نروح الى موضوع اخر، نروح الى ديالى. حقيقه احنا نعرف انه وضع ديالى حالها حال بعض المدن اللي تعاني من ارتباك معين. من يصير ارتباك معين، وضع امني متدهور، يطال للاسف من يخدمون الوطن، من ضمنهم الاطباء وشريحه الاطباء. للاسف الاطباء في ديالى، هناك احد الاطباء تم اختطافه، وبالتالي احنا من زمان نناشد انه هناك يجب ان يكون هناك قانون لحمايه الاطباء، تكون هناك حمايه خاصه للاطباء. الخيرين من الاطباء كثر بدا يهاجرون البلد، لكن اللي بقوا للاسف لا يستطيعون حمايه انفسهم. لذلك نتمنى من اهل المدينه توفير الحمايه الخاصه لديالى. المشكله في ديالى او اطباء ديالى حاليا بلا اطباء بلا صيدليات، والناس يعني خاصه الفقراء منهم من لا يستطيع ان يخرج خارج المدينه ليتعالج، حاليا في وضع مأساوي. نروح نشوف حال المدينه دون اطباء ودون صيدليات. تعقيبا على اختفاء الدكتور الاختصاص الدكتور بهاء المجمعي في معقوبه جديده، دعت نقابه اطباء ديالى المنتسبين في دار الصحه ديالى والمنتسبين في كليه الطب جامعه ديالى لاجتماع طارئ. تمخض الاجتماع عن مداولات كثيره وحثيثه بين الاطباء، كان القرارات بغلق العيادات الخاصه والعيادات الاستشاريه. منحت نقابه الاطباء مده 48 ساعه للجهه اللي اختطفت الدكتور بهاء. نعتبر الاختطاف بحسن نيه لمدة 48 ساعة، نطالبها بالإفراج عنه. سنعتبر الدكتور بهاء وديعة وأمانة لدى الجهات اللي مسؤولة عن اختطافه، ونطالب بالإطلاق سراح عنه. في حالة عدم الإطلاق السراح عنه، ستتخذ النقابة والأطباء ديالى موقف صارم آخر. بمناسبة نذكر أن ديالى تعرضت لموجة تهجير الأطباء، حيث هاجر أكثر من 100 طبيب وصيدلاني وطبيب أسنان المحافظة إلى أقليم كردستان، ونحذر من كارثة طبية في هذه المحافظة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لحماية الأطباء وتوفير مستلزمات الأمان للأطباء. هو إجراء نقابي والتزام أخلاقي من قبل أطباء لزميل معرض لفقدان حياته وفقدان عائلته لرب الأسرة. مجرد التزام أخلاقي، احنا قررنا القرار والتزم جميع الأطباء وكذلك نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة ذوي المهن الصحية تضامنا مع الزميل المختطف اتخذوا هذا القرار. كمنتسبين في دائرة صحة ديالى نعمل لخدمة المجتمع، نستنكر حادثة اختطاف واختفاء الأستاذ الدكتور جراح بهاء الدين عبد خالد. عملية نستنكرها العملية ونشجبها بشدة، واتخذ الأطباء موقف في غلق عياداتهم وتجميد الجراح كعامل في دائرة الصحة لحين حدوث ردود أفعال من قبل كل الأطراف خدمة للطبيب، كون الطبيب هو وسيلة لخدمة المجتمع وخدمة الناس، ونحن نخدم أهالينا أهل ديالى. وهذه الأعمال وهذه الفعاليات تحدث ضد الأطباء الحقيقة، من خلالها يتم إرباك عملنا وتقل إمكانيتنا في خدمة الناس وخدمة المجتمع. وبالتالي إحنا يجب أن نقف كيد واحدة لمنع تكرار هذه الظاهرة كونها تؤثر على الأهالي والناس والفقير في هذه المحافظة بالدرجة الأولى. دكتور إسماعيل معاون العميد وممثل السيد العميد في اجتماع أمس قرر إيقاف العملية التدريسية في كلية الطب في جامعة ديالى لحين يعني حصول بعض الإجراءات الإيجابية في هذا الموضوع. حالات الطارئة نستقبلها على حسب الأصول، الأمور اللي من الممكن لازم الجماهير كلها حتى أهل المحافظة يتفهمون شنو الدور اللي تتخذ النقابة وشنو الدور اللي تتخذونه الأطباء. الطبيب ما عنده أذية على أحد، معروف هذا على مستوى العالم كله، الإسناد كله للطبيب. فليش إحنا بداخل المحافظة مالتنا تهجير للطبيب؟ ليش اعتداء على الطبيب؟ ليش عدم احترام للطبيب؟ ليش يقولون علينا إنسانيين؟ الإنساني معناته لازم يتأذى؟ ماكوش. هذا يعني احنا دا نوصل الى اسفل 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 الحضاره.
هذا الموضوع هو من اللي يقوم بعملية الإسناد للمحافظة وللمواطنين؟ هو الأطباء، الكادر الطبي كله. احنا نخلي جدول بخفارات، بس الحقيقة احنا هذا جدول خفارات لا شيء، لأنه كنا احنا في جدول خفارات، كل الأطباء وكل الكوادر المستشفى ده تشتغل وكأنه هي وحدة عسكرية أكثر من الفرقة نفسها. حافظه الله سبحانه وتعالى، ولكن تعقيبا على هذا الموقف اللي حدث للزميل العزيز الغالي أبو أحمد الدكتور بهاء الدين عبد خالد المجمعي، أطالب بإطلاق سراحه لأنه صاحب عائلة كريمة عريقة في محافظة ديالى، خدمت محافظة ديالى بكافة طوائفها، وناشدهم باسم كافة مواطني محافظة ديالى شيعتها وسنتها أكرادها وتركمانها أن يطلقوا سراح هذا الدكتور الفاضل اللي خدم المحافظة على أكثر من 35 سنة. يعني أكيد حقهم الأطباء، وإحنا أكثر من مرة عرضنا استطلاع خاص بالأطباء، هناك وقفات احتجاجية واعتصامات لكن دون جدول للأسف، دون سماع لصوتهم. المفروض هناك وقفة جادة من قبل الحكومات، على الأقل الحكومات المحلية، توفير حماية مناسبة للأطباء في أماكن عملهم وفي المستشفيات، يقدمون خدمة إنسانية وبالتالي يتعرضون إلى تهديد وإلى خطف وإلى قتل. إحنا عندنا المفروض نشجع من في الخارج، من هاجر للعودة. حاليا هناك تشجيع للهجرة خارج العراق، المفروض علينا أن نحافظ على من تبقى من الأطباء في العراق، هذه الكفاءات اللي للأسف تطلع ويستفادوا من عدها الدول الأخرى، المفروض أن احنا نستفاد من عدها. وحاليا جاي نشوف أنه المتضرر الوحيد هو المواطن، المواطن المريض اللي يروح للمستشفى وما يلقى طبيب، واللي يروح للصيدلية وما يلقى صيدلاني. نتمنى أيضا أنه يكون هناك تعاون بين الجميع من أجل الحفاظ على من تبقى من الأطباء.